يرجع لنا بعد شويه فيصل شابو والوالي كلف المعتمد الاول لتونس باش ينضم لنا في المباشر. نرفع لحضراتكم توت سويت اذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها وراجعين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود نذكركم ضيفنا اليوم في الانترفيو في استوديو الوطنية الناشط السياسي قيس القروي، في عينك على الإدارة بعد شوية مع فيصل شابو، عودة على موضوع اللي حكينا فيه البارح، القرار البلدي المفاجئ اللي ما نعرفوش شكون اتخذه، رغم أنه المسؤولين كل ما قالوا ما نعرفوش ما كيفاش خرجت الوثيقة لهدم حائط سور يحمي دار وعمارة كاملة كاريمون. كيفاش الناس طايح لهم سور دارهم، الكوجينة وما تابعوا بيوت نومهم كل تولي على برا في الشارع. مشكورة ولاية تونس على التفاعل معنا البارح فيصل شابو، يرجعنا بأكثر تفاصيل بعد شوية في المباشر. أما في ساعتنا الأولى نرجو على فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد رجل أعمال وموظفين بإحدى البنوك. في الإخراج ألفة بشير، في الإعداد استوديو الوطني رفيق دريدي، فاطمة العبار في التنسيق، زاهر بن حميدة أمننا لايف ستريمينج، كوميونيتي مانجر محمد علي نصري. تود سويت بالبنت العريض. بالبنت العريض، مهلا وسهلا. أهلا وسهلا زينة من جديد. نبدأ في أولى مواضيعنا في البنت العريض اليوم، فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد وفاق يضم رجل أعمال وموظفين في بنك وأشخاص آخرين. في التفاصيل نطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس واحد، يقول البارح أنه النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح البحث التحقيقي في شبهة غسل الأموال من قبل الوفاق اللي يضم الأطراف اللي ذكرناها. الأبحاث شملت رجل
الأعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين، خبراء عدليين، قضاة أمنيين، موظفين بالديوانة للتداخل لفايت رجل العمل هذا للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته. مجموعة من التهم في القضية هذه تهم الأشخاص اللي هما يشتبه في كونه قاموا بغسل الأموال واستغلال خصائص الوظيف وقبول موظف عمومي أو شبه لهدايا أو منافع لفعل الأمر، وكذلك شمل البحث التحقيقي جرائم الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس. باسل ترجمان، الأبحاث شاملة وشملت ديجا رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك دولة تهم في رأس ماله بصفة مباشرة، محامي، خبراء عدليين، قضاة أمنيين، موظفين وأعوان ديوانة، هذم كل في علاقة بنفس الوفاق لتسهيل الاستيلاء على أموال عمومية عبر عدم سداد القروض المتخلدة بذمة رجل أعمال. ماذا يحدث باسل ترجمان في هالبنك؟ يعني هو ليس هو البنك الأول ولا الأخير، وهذا غير ضمن فيض إن صح التعبير على القضايا التحيل ونهب أموال الشعب التونسي ضمن وفاقات إجرامية عصابية لنهب الأموال. نحن نعرفه فما واحد آخر زاده أخذاه وعنده بطاقة عامل يومي، أخذاه ما يقارب 240 مليار قروض، مما زاد الطين بلة هو أنه البنك يعطي كل عام قرض بمليار لسداد الأداءات والفوائد على القرض اللي هو أخذاه. هذه هي القضية اللي فيها نحكي لا لا عنها. هذه قضية أخرى وبالتالي لا أنا قلت لك يعني هون من المضحكات المبكيات أنه في عام 2015 في زمن حكومة السيد حبيب الصيد الحكومة هذه تقدمت بمشروع قانون صادق عليه مجلس النواب حينها بسداد 1170 مليار من أموال الشعب التونسي لسداد ديون هذه البنوك. أما الموضوع لا موقفش وقتها معنا باهي نحكي هذا فيما بعد سداد ذلك العجز، ثم عدنا والعود أحمد إلى عمليات النهب الممنهج لأموال الشعب التونسي الموضوعة في البنوك العمومية. هذا شيء مؤسف. أنا لما نحب نفهم معك بس الترجمان البنوك العمومية ولو منحب نقصر في الحديث على حتى مهنية متاع عباد وما نشكوش فيهم، ولكن ربما لو كي تحط مسؤول ولا كي تعين مسؤول ولا كي تحط كما نحن تجيب كرونيكر ولا تجيب صحافي ولا تجيب مقدم باش يقدم برنامج كورة ولا سياسي لازم يعبي بلاستو، فما بالك بمسؤول بنك اليوم مؤتمن على أموال الشعب في بنك عموم. شوف هم أولا القضية هي أنه شافوا الكل. شوف تونس صغيرة، وقت يكون رئيس جمهورية ابنه في نحكيه تحب نحكيه بالأسماء فهذو فتحوا بعضهم قالوا أنه ابن رئيس الجمهورية الأسبق كان يتقاضى أموال، هذا هم فتحوا بعضهم مش أنا ما جبتش حاجة جديدة أنا فهمت، هم قالوا أنه رئيس حكومة أسبق كان يسرق في ميزانية الدولة، وبالتالي تونس صغيرة وقت لكل هدايا تصبح السرقات قضية مشرعنة. وبالتالي اليوم الماضي والعشرية واللي تحكيوا عليه كل افهمناه، جاي 25 جويل الناس ما زالت قاعدة تسرق، معناه فما عبيد أقوى اليوم ما زالت متغطية تحت غطاء الدولة. البنك اللي نحكيوا عليها المسؤول الأول فيها اللي تعين ما زال غير متعين عندوش عام وشوية معني. على خاطر هم جاوا ومعين من طرف الدولة زاد نعم للأسف ما جابوهش الحكومة القادم. صحيح ولكن هي عبارة عن ورث متواصل لعمليات السرقة والنهب في المال العام. والكاستينج وينه؟ اليوم هذا السؤال المهم، أنه من يقف وراء تعيين هؤلاء ومن يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء؟ اليوم يجب شوف هذه أموال الشعب التونسي على خطر 1000 مليار و2000 مليار و240 مليار وكل هذه القضايا والقروض التي سيكون من الصعب للأسف الشديد استعادتها، على خاطر كلها أموال اتسرقت وتهبت وتم تهريبها للخارج. وبالتالي اليوم المطلوب محاسبة ومساءلة من وقف أمام هذه القضية. هذه القضية عندك قضايا البنك تونس اللي في الخارج، البنك تونس الموجود فما البنك الفرنسي التونسي لا لا مش البنك لا 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 مش البنك الفرنسي التونسي فما بنك تونس بالخارج. شو هذا كل مش احنا موضوعنا اليوم بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد رجل أعمال وموظفين ببنك عمومي، حد ما ينجم اليوم
ينفيه هذا عند النيابة العمومية وقبله فما واحد آخر موضوع وسرقة نهب وأموال كبيرة معناها اللي يحب يزيف الحقائق واللي يحب يغم واللي يحب يغطي ما فما حد شيء يمشي يحكي عن النيابة العمومية ولن يكون هنالك بالنسبة للإعلام العمومي أي صمت أو سكوت أو تستر على مثل هكذا قضايا. نحن هنا للتصدي لمثل هكذا قضايا ولوضعها أمام الشعب التونسي لأن الأموال هذه التي تم اللي تم نهبها وسرقتها والتحيل عليها هي أموال الشعب التونسي راهي اللي محطوطة في البنوك ما هيش أموال السيد الوالد متاع حتى حد باش يتصرف بها كما يشاء. والمحاسبة ما زالت متواصلة. الملف الحقيقة حسب ما فهمنا وحسب ما طلعنا دسم جدا والحقيقة كي تسمع ناس سامحني في الكلمة حاميها حراميها اليوم قضاة أمنيين محامين ديوانة محامين هذم كل الناس مؤتمنة على تنفيذ القانون. نعم هذو من الناس كي نقولوا ولا مع الأسف وقت تقول النيابة العمومية وناطق باسم المحكمة الابتدائية بالنيابة العمومية اللي يقول راهم توجهت لهم تهمة غسل أموال تكوين وفاق يضم رجل أعمال والأطراف هذو لنهب وتسهيل نهب المال العام مش مزيت عندك ما تخبي وما تدافع ما عنده حتى حد لا عنده لا هو لا بشي يخبي لا بشي يدافع بل على العكس نحن نطالب بكشف كل الحقيقة الحقيقة كاملة وتعرية كل من وقف وكل من تسبب في هذا الملف. أنا نقول اللي قام بتعيين السيد المدير العام للبنك اللي صارت عليه برشا نقاط استفهام وحكيت فيها وسائل الأعلام نعم وأصر على تعيينه عليه أن يتحمل مسؤولية يخرج يفسر للشعب التونسي عن سبب الاختيار هذايا الذي قاد لهذه الكارثة. موضوع مازال محل متابعة وموضوع على حقيقة من أهم المواضيع اللي تنظر فيها حاليا النيابة العمومية وشكرا للناس اللي قاعدة تخدم خاصة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة اللي عندهم مدة طويلة يخدموا على الموضوع. نذكركم يشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهة أو صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره من أجل قبول موظف عمومي أو شبهة هدايا زادة ومنافع مطولة لفعل أمر والامتناع عن إنجاز أمر معنى تأخذ يعني رزق البيليك تأخذ قرض كبير ومش لازم ترجع هم ما يرجعوش. قلت لك ثم واحد أخذ قرض البنك وامتنع عن السداد ماخو تقريبا 240 مليار البنك كل عام باش يحط لزاجيو يعطيه قرض يعني راهي حاجات ما يصدقهاش عاقل باش يسدد لزاجيو اللي هو مش قاعد يدفعهم للقرض اللي خذاه البنك يزيدوا قرض بمليار من أجل سدادها. يعني البنك يعطي قرض من أموال الشعب التونسي لشخص متحيل خذا 240 مليار لم يقم بسداد أي مبلغ منها لسداد فوائد ولزاجيو بتاع القرض هذايا للبنك. هل ينجم يكون ربما فما خطأ فما قرينة البراءة تبقى مكفولة؟ لا هذايا لا نقاش في قرينة البراءة هذايا القضاء هو من يحددها ونحن عندنا ثقة مطلقة في القضاء وخاصة أن القطب القضائي المالي والناس اللي تخدم فيه يعني شوف تنجم كما نقوله تفتعل قضايا للناس في قضية سياسية قضية عركة قضية استثارة ولكن الأموال والأرقام لا يمكن أن تفتعل لا يمكن أن تأتي لتتهم إنسان ما عنده حتى شيء تقول له والله أنت مخه 5 مليارات من بنكة باش يقول لك وينهم الفلوس وين وبالتالي القضايا واضحة القضايا المالية هي قضايا واضحة لأن المال لا يمكن أن يكون يعني يمر دون أن يعرف مصيره وبالتالي هؤلاء الذين قاموا بمثل هكذا قضايا قرينة البراء وحقهم في الدفاع هذا لا يناقشه عاقلان ولكن القضية الأهم اليوم هو أن الشعب التونسي من حقه أن يعرف كيف تم التلاعب وكيف تمت سرقات المال وكيف تمت هذه العصابات التي تتعامل ضمن مؤسساتنا البنكية العمومية من أجل أن تضيع أموال الشعب التونسي. نعم. لأرجال أعمال ليس لهم الحق لا من قريب ولا من بعيد بمثل هكذا كما فما قاضي أو اثنين وأمني أو اثنين ومحامي أو زوز وكما فما موظفين في الديوانة كعبتين ولا غيرهم تورطوا فيها القضية وفي نهب المال العام وفي تغطية على من نهب المال العام فما برشا قضاة وبرشا أمنيين ويقفين لتونس وبرشا أعوان ديوانة ويقفين لتونس ولن يمر دايغ الناس اللي خدمت زملائهم رغم زيادة يعني أولا ما فماش هكا ليس هنالك التضامن القطاعي في سرقة المال العام والحمد لله ليس هنالك أي مساس لا بثقة الشعب التونسي بهذه الأسلاك
لا بصفتهم لا بمناصبهم، هذا أمر مرفوض تماما، لهم كل التحية والتقدير. ومن قام بكشف هذه الممارسات التي كان هنالك غطاء سياسي لها فيما قبل هم رجال القضاء والأمن والأبحاث الشرفاء الذين هم درع الوطن، وبالتالي تحية لهم. ليس هنالك أي قصد عندما نقول أن هنالك أحد مرتشي أو فاسد، لا يعني المساس، لا 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 يعني المساس، كل يتحمل مسؤولية تصرفاته وأفعاله بغض النظر. ولكن الحاجة المهمة اليوم أن من يعملون في هذه الأسلاك وهنالك من انحرف منهم ليس له غطاء وليس له ما يمنع محاسبته كائنا من كان. ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الارتشاء والإرشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس، قضية من الوزن الثقيل جدا، ما زلت محل متابعة من قوات الأمن وأيضا من وسائل الإعلام، ما زلنا نحكي عليها في البنت العريض. البريء تظهر براءته والمشدود بتلبس، هذاك هو اللي خذ المال العام يخلص. سي باسل ترجمان، نواصل معك رفيق. نواصل زينة ونمشي لثاني مواضيعنا في البنت العريض اليوم. نحكي على قانون ومرسوم رئاسي يعزز حقوق العاملات الفلاحيات بامتيازات ومنافع شاملة ضمن نظام الحماية الاجتماعية. فالمرسوم هذا كان اصدر في الرائد الرسمي البارح الأربعاء، وباش يمكن من الانتفاع بنظام بالنسبة للعاملات الفلاحيات يضمن لهم منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة، إضافة للتأمين ضد حوادث الشغل ومنح عطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي. نذكر أنه مشروع قانون المالية 2025 نص على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وأخيرا رسميا مرسوم رئاسي لحماية هالفئة الضعيفة الصغيرة، عاملات فلاحيات اللي يخدموا ويدخلوا في عملة صعبة وقت أنت تنحي طماطم وغيرها وتصدر برشا مواد أولية يخدموا فيها وخضر وغلال وغيرها، في المقابل يخلصوا في أجر زهيد، وحتى وسيلة النقل متاعهم هم الأكثر معرضين لك شاحنات الموت وغيره. في جندوبة شهر اللي فات عاملات فلاحيات عملوا وقفة احتجاجية وطالبوا بدعم وسائل الإعلام للدفاع عن حقوقهم، قالوا كما يتكلموا عن وسائل الإعلام هي عملوا لنا هبة شعبية. انطلق أيضا مشروع الفولارة الخضراء لتأطير العاملات بس الترجمان مؤخرا في القطاع الفلاحي في قبلي قفصة وتوزر. وأخيرا جاء المرسوم البارح للتعميم على كامل العاملات الفلاحيات في كامل تراب الجمهورية. يعني أنا كنت ديما نسميهم المعذبات في الأرض، تحية لهن، تحية لهؤلاء اللواتي يعملنا ليل نهار بأجل أن يعني يصن كرامتهن وكرامة أبنائهم، ويعملنا بكل جهد، واللي كانوا مع الأسف ضحايا تهميش دولة ممنهج، تهميش ممنهج منذ دولة الاستقلال. وبالتالي اليوم وأنا نعتبره هدايا واحد من مكاسب الدولة الاجتماعية العادلة، هدايا اليوم اللي نجمو نحكي فيها. المكاسب الدولة الاجتماعية العادلة هي التي تمس الفئات هذه المحرومة التي كان نتفكروا نحن في وقتها، مرة صارت في جهة القصرين انقلبت سيارة وتوفوا عدد كبير من العاملات الفلاحيات، أحد وزراء الفلاحة قال باش نعملوا لهم حافلات مكيفة نهزوهم ويجيبوهم فيها باش يخدموا، قلنا لهم لا حاجة بحافلات مكيفة لا بحاجة شيء. اليوم تحقق لهن المطلب. أما جيد راهو في النقل نتاعهم تنجم تشجع الدولة بكل الطرق، يعني يجب التشجيع علاش يبداو كارين هاك الكرهبة وعلى بعضهم سيفش على خاطر هي ضمن كانت نطاق حتى الاستغلال، حتى النقل المختلط ينجم يشجعوا. اليوم بدا تطبيق العدالة، نحن اليوم في المرسوم هذايا بدأنا في تطبيق العدالة، بدأنا في إعطاء هؤلاء النسوة المناضلات الحقوق الأساسية لهن اللي محرومين منها منذ دولة الاستقلال. اليوم وقت يكون عندهم رعاية صحية وضمان صحي وضمان اجتماعي وتقاعد وكل هذه القضايا، وهون نحن ضمننا كرامتهن، بيبقى اليوم ما يمكن أن نحققه من مكاسب أخرى، لأنه المكاسب هذا المكسب الأول، ولكن هنالك الكثير من القضايا اللواتي مطالبين أن يتم تحقيقها لهن من أجل أن يكون هنالك عدالة اجتماعية حقيقية. الدولة الاجتماعية العادلة هي من تبدأ من الطبقات المعدمة، من الفقراء، من المسحوقين الذين تم تجاهلهم عمدا، كانوا هم
أكثر فئة يتم استغلالها لتحقيق ثروات طائلة لأشخاص كانوا يستعملوهم. نسبة التصدير نشوفوهم العاملات الفلاحيات أو في الصيد البحري، في معامل الصيد البحري نشوف الظروف التي يعملنا بها، أمر لا يصدقه عقل. اليوم مبروك لتونس، هذا مكسب كبير. نعم. أن تحقق لفئة كبيرة، راهو ما نحكيوش على 1000 ولا 2000 ولا 5000، رانا نحكيو على عشرات الآلاف من العاملات الفلاحية. كان عندهم التغطية الاجتماعية. نعم، التغطية الاجتماعية، وهذا اليوم مكسب كبير. ألف مبروك، وإن شاء الله سيكون هنالك، مازال عندنا العاطلين على العمل، مازال كثير من المهمشين. نعم. في المجتمع التونسي الذين تم تجاهلهم عمدا، يجب أن يكون هنالك التفاتة حقيقية. بدأ تطبيق مشروع الدولة الاجتماعية العادلة، وهذه أولى بشائر. في علاقة بالعاملات الفلاحيات فقط نقطة نضيفها، الناس كل تتسائل ومن البديهي كونه يتقال منين الفلوس، منين التمويلات لهذا الصندوق. أيه. فمشروع قانون المالية نذكر أنه اقترح تمويل صندوق حماية العاملات الفلاحيات من ميزانية الدولة بخمسة مليون دينار، خمسة مليارات من ميزانية الدولة، 1% من أقساط التأمين لاسورانس اللي يخلصوا في كل مرة، اقتطاع قيمة 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني، كل واحد يعدي الفيزيتا ياخذوا عليه 5 دينارات، و10% من المبلغ الجملي خطايا المرورية المستخلصة سنويا. فالقانون هوني نشوفه كانوا حاول ياخو من كل حاجة شوية. نعم، وبالعكس بالإمكان أيضا يعني إيجاد مصادر تمويل أخرى، خاصة أنه قانون المالية اليوم الشركات الربحية والبنوك الربحية، البنوك الربحية يعني أنت شوف، هذوما النسوة هم بنات تونس، هذوما هم جزء من 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 الأرض هذية اللي ما ينجم حتى، مش معقول أن يستمر إلى ما لا نهاية التجاهل هذايا، عدم اعتبارهم شريحة من المجتمع التونسي، يتعاملوا معهم على أساس بمنطق العبيد. نعم، بمنطق العبيد. وبالتالي اليوم في العبودية تنحى وقت اللي تونس أول دولة عبودية، خاطر الحقيقة هم مش يتعاملوش معاهم بمنطق عبودية، ما من وفقش الرأي العبودية الاقتصادية، ما نحكيش منطق العبودية. هم النساء هذم راهم متعرضين للاضطهاد من جميع ما. نعم. من راجلك اللي قاعد في القهوة ويستنى امرأة تمشي تخدم عليه، تخدم عليه ماتت انقلبت بها الشحنة، مش مهم، المهمة حق القهوة مش خلاص، حتى هو مطالب يمشي يخدم، مش عايش على ظهر امرأة فلاحية قاعد يمصلها في دمها، سواء الراجل هذا ولدها خوها بوها رجلها اللي راهم متعرضين للاضطهاد بشكل كبير. صحيح. ونشوفوا على اضطهاد الدولة، متعرضين على اضطهاد ونشوفوهم في مواسم في مواسم جمع مثلا، تو عندنا شوية أخرى موسم جمع المدلينة والبرتقال. والزيتون، الزيتون لا، أغلب الرجال أقل من النساء في العمل. صح. أما نشوفوا البرتقال والمدلينة وقت يبدأ الجمع متاعها كيفاش تكون، كيفاش يخدموهم، نشوفوهم في الصيف في درجة الحرارة 40 و45 وهم يجمعوا في الطماطم وياخذوا 10 و12 دينار على النهار و15 دينار، يعني إذا طارت معناها زاد اللوم الكبير زاد على الناس اللي معناها بارونات الفلاحة تولي نقوله، معناها كل هو مضطهدين من الدار للي يد العاملة للي التغطية الاجتماعية ما كانتش عندهم. فينا المو الحمد لله المرسوم الرئاسي البارح مشى في حمايتهم، دونك الحماية لازم تكون شاملة راهو كاملة. وانت تقول 15000 و12000 انت ما خدمتش ومش راضي، يجيب غيرك بالضبط. هذا هو زين على خاطر الناس معدمه، الناس هذوما ملح الارض، ملح ارض تونس هذوما، فهمتي؟ هذوما اللي يقلعوا الدينار من وسط الشوك اللي في في في, في الاراضي الفلاحيه. ماناش باش نبعدوا على الاراضي بس الترجمان. نعم. نحكيوا السدود، نحكيوا نسبه تمشي لها السدود معك رفيق، ونحكيوا على التساقطات الاخرى اللي كانت في تونس اللي هي مهمه، لكن البارح ممكن خبر كان مفاجئ معناها للمواطنين، كونه مرصد الفلاحة قال كونه نسبة امتلاء السدود بلغت 20% وتراجعت المدخرات في السدود التونسية بنسبة 12.1% السنة مقابل 556 ألف متر مكعب قبل بعام، حسب ما كانت نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء على مرصد الفلاحة. احنا باش نضمننا بالهاتف المختص والخبير في التنمية والموارد المائية حسين أرحيلي، باش نحاولوا نفهموا معاه علاش مخزون السدود قاعد يتراجع وقت اللي البلاد قاعدة تشهد فيه تساقطات مطرية تقريبا. نعم. من جمعتين ولا اكثر شوية من توا. سي حسين أرحيلي معنا في المباشر، مرحبا. تحياتي سي حسين. اهلا وسهلا على موجات الإذاعة الوطنية في استوديو الوطنية، مرحبا بك. تحية لكم وإلى كل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية. شكرا سي حسين. كما كان يقول رفيق من شوية، الحقيقة الأخبار فجأنا البارح، المطر تصب، الفيضانات ما شاء الله خارجة على الكياسات، ولكن يجي الأخبار وأنه تراجع في نسبة امتلاء السدود لتاريخ 23 أكتوبر 2024 إلى 20.8%. كيفاش التفسير المنطقي لهذا؟
هو غير مفاجئ باعتبار أنه كتبعوا نحن خريطة التساقطات في البلاد منذ أواخر شهر أوت إلى اليوم يحسوا أنه الأمطار لم تشمل المناطق تقليديا اللي فيها السدود أو ما يسمى بمناطق أقصى الشمال والشمال الغرب. نعم. فالأمطار منذ أواخر أوت إلى اليوم هي مركزة بكميات كبيرة حول قصرين سيدي بوزيد القيروان، جزء كبير من مدن الجنوب الشرقي، الساحل والوطن القبلي. وبالتالي معقول جدا أن التساقطات تكون ضعيفة برشا، ثم تراجع بأكثر من 70% من التساقطات بالمقارنة بالمعدل نتاع مناطق الشمال أقصى الشمال والشمال الغربي. نعم. مع أن اليوم يقع معناها ضخ معناها يوميا أكثر من مليون متر مكعب من السدود، معناها خاصة بالنسبة إلى مياه الشرب ل 13 ولاية اللي يتمتعوا واللي يشربوا من مياه الشمال، مع إيرادات ضعيفة برشا. فمنطق إجبد ما ترد إجبال تتهز، وذاك علاش تراجعت كمية المياه في سدودنا إلى مستوى تقريب 485 مليون متر مكعب، وهي النسبة الأضعف على الأقل في 30-40 سنة الأخرى. إضافة أنه سد سيدي سالم اليوم معناها تقريبا هو في مستوى 16.1%، وهي النسبة الأقل اللي ما وصل لهاش سابقا منذ 74 معناها منذ افتتاحه تقريبا. وهذا دليل واضح على أنه حوض مرجبة، الحوض التقليدي للتساقطات في البلاد خاصة في فترات الخريف، اليوم تراجع كبير. والتراجع هذايا منذ 2018 نورمالمون احنا بدينا نحسه في إعادة توزيع الخارطة المطرية على المستوى الوطني، بدت الأمطار معناها تتركز في مناطق الوسط، المناطق الساحل والجنوب الشرقي، وهذا ليس شأنا تونسيا بل هو تقريبا في مناطق شمال افريقيا وجنوب المتوسط بشكل عام بضفتيه. وهذاك علاش اليوم نلقوا أودية كبيرة قاعدة في ذهيبة وفي تطاوين وفي قابس، وأمطار كبيرة معناها في الصيادة في المستير في زاوية سوسة في قليبية في نابل، ولكن تساقطات ما تفوتش 3-4 مليمتر معناها في مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي، وهو ما يدفعنا اليوم إلى إعادة النظر أن المنظومة القديمة في تعبئة الموارد المائية السطحية قديمة، وبالتالي يجب نتجدد، يجب نتفاعل ونتأقلم ونتكيف استباقيا مع التحولات المناخية اللي ماشية وين تولي تتفاقم. ولعل اليوم المغرب معناها الفيضانات الكلها في المناطق الصحراوية وكذلك في الجزائر، وشهدنا معناها تحولات هيكلية كبيرة ما بين جنوب فرنسا وما بين شماله. جنوب فرنسا ممطر ووصلت 600 مليمتر في 48 ساعة، وهذه براتيكمون ما شهدتهاش فرنسا منذ 40 عام معناها خلت. وذاك علاش اليوم احنا بالنسبة لنا نقولوا انه آن الأوان لإعادة سيستام منظومة جديدة في تعبئة الموارد المائية السطحية باش نجموا معناها نتجاوزوا الشح الماء. سي حسين الرحيلي، كيفاش؟ هل لازم جهر السدود؟ لازم تخطيط السدود؟ نعملوا سدود جديدة؟ كيفاش أهم الآليات اليوم؟ خاطر مرصد وقت نشوفوا مرصد المياه. المشكلة مش في السد، ما ثماش مياه تصل للسدود الساعة. هذه نقطة الأولى. وشهر السدود مسألة معناها مكلفة جدا، وفي العالم ما ثمش سدود تشهر راهي. سدود عندها مدة معينة، عندها اندوريت دي تاع 40 50 30 عام حسب الإحصائيات وحسب المدة وحسب الإنجاز، ولكن احنا بقينا محصورين في السدود. العالم راهو تجاوز المنطقة التقليدي للسدود، بل السدود ولت مصادر للتبخر، واحنا في تونس تقريبا في ارتفاع درجات الحرارة معناها ان التبخر من سدودنا ما بين 600 و700 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يعادل تقريبا نصف استهلاك الشعب في يوم واحد، وهذا هدر معناها تقريبا هدر كبير. وبالتالي أمام هالتحولات هذه، أمام ارتفاع درجات الحرارة، أمام توزيع خارطة مطرية جديدة في البلاد، يلزمنا نتجاوز الأساليب والطرق التقليدية نتاع الستينات والسبعينات والثمانينات. يلزم نبدع طرق جديدة، يلزم نبدع التخزين الوقتي للمياه، يلزم نفكر في مياه الأمطار داخل المدن، في مياه الأمطار في المناطق المحاذية للمدن. كيف نستطيع أنه كل قطرة معناها تنزل نحاول كيفاش ريكبيروها ونحضروها ونخزنوها الى سنوات. راهو اليوم ممطر ينجم نمشوا، نجم نرجعوا لسنوات عن 6 سنين أو 7 جفاف متواصله. نامل ان الاحوال الجويه تتواصل ايجابيه سواء للجنوب او الوسط، لان المطر وين تصب تنفع وين تصب تنجم توصل. اليوم قدرتنا في انه نعبوا طرق جديده لتعبئه الموارد المائيه، هذا هو التحدي، وهذه هي الاستراتيجيه اللي المستقبليه اللي لازم نخدموا عليها جميعا كل مستعملي المياه معناها في تونس. في كلمه سي رحيلي، هل تتفق مع المرصد التونسي للمياه اللي يقول لابد من الاعلان اليوم عن حاله طوارئ مائيه في البلاد؟
نحن تعرف نورمال مون شو تأخرنا برشا وعندنا قرابة عامين أو ثلاثة معناها جفاف معناها حرق الأخضر واليابس. اليوم عندنا سكاتين الناس فرحت بشكل كبير في مناطق الجنوب وين الزيتون ولا كحال الشعال. إذا كان تمشوا الشعال تشوفوا أكبر غابة زيتين تقريبا في شمال أفريقيا معناها جزء كبير منها تحرق من قلة الأمطار. اليوم نأمل أن الأمطار هذه اللي صبت في منطقة الصفاقس معناها باش تغذي الماء وباش تنقل كميات كبيرة من الزيتين. اليوم حالة الطوارئ المائية يلزمها تعلن باش نخلقوا قوانين جديدة ويلزم إجراءات جديدة ويلزم مقاربة جديدة ودعم جديد لك الفلاح اللي يتأثر بنقص التساقطات خاصة مناطق الشمال الغربي اللي تعتبر الخزان الطبيعي للزراعات الكبرى والخزان الطبيعي للفلاحة على الأقل 60 عام الأخرى. هذاك هو الطبيعة شعفت اليوم يلزمنا نعملوا إجراءات أخرى باش نجموا نتكيفوا استباقيا وما نقعدوش لآخر لحظة باش نجموا نعدل سياساتنا. واضح، شكرا جزيلا الخبير حسين الرحيلي. فاتكم تصريح كاملا تلقاه على صفحتنا استوديو الوطنية وصفحة البرنامج الإذاعة الوطنية. نكمل معاك رفيق آخر معنا بالبنط العريض. دونك باش نمشيو زينا لموضوع يخص العمل الأمني في زوز محاور كبيرة. باش نبداو بالمحور الأول وهو مكافحة المخدرات. البارح كان ضيفنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة اللي حكى في جملة من المعطيات منها معطى صادم كونه فئة الأطفال من 12 ل 15 سنة يتم ضبطها عدد منهم بصدد استهلاك المخدرات، ويقول كونه يد الأمن ستطال المروجين وين ما كانوا. نسمع تصريح العميد عماد مماشة. فما أعمار صغيرة برشا تحكي على أقل من 12 و14 و15 و16 سنة يستهلكوا يستهلك بالطبيعة، لكن خليهم المستهلكين هذوكم ضحايا. اسمعها من عندي أنا، احنا قاعدين نخدموا على المروجين، وأنا من المنبر هذا نقول مهما تخبيت في أي حي، وهذا الكلام للمروجين، يد الأمن وبالقانون باش توصل تطالك مهما كنت وين ماشي. رانا بالنسبة لنا احنا انتهى، لكن حطي في بالك تعليمات سيد القائد على القوات المسلحة للسيد وزير الداخلية والسيد كاتب دولة للأمن، وكما قلت جت التعليمات صارمة وتو تشوف النتائج في الأيامات القادمة، وإن شاء الله تو تاخذ سكوب في الخدمة في الأيامات القادمة إن شاء الله. زين باهي، احنا بطبيعتنا أرض عبور ومانيش أرض إنتاج، قلتها كيما قلت لك رانا احنا أرض عبور، لكن أصبح الاستهلاك حاجة كبيرة برشا. خدمة كبيرة نتاع وزارة الداخلية في خصوص مكافحة المخدرات، وأعطيني 3 أيام ولا 4 أيام ماني قلت لك يا زينة تو تاخذ سكوب، تو تاخذ الخدمة الكبيرة الجبارة اللي تخدم فيها. رانا احنا معاش ماشيين في التقليص من الاستهلاك والترويج، ماشيين في القضاء. الرؤوس الكبيرة يعني. هي الرؤوس الكبيرة. انا فهمتك. اي صحيت. الرؤوس الكبيرة. الرؤوس الكبيرة. خاطر الحقيقة البارح حاولنا نحاول ناخذ معلومات ونتفاهم راهو نتفاهم كيف ما ينجموش يعطيونا معلومات بما انه العمليات ما زالت جارية ومتواصلة وفما حيتان كبرى وكبيرة. دونك تحية ليهم. خاطر فما خاصة البريود الأخرى بس الترجمان نسمعوا في الحجوزات والمحجوزات كبيرة بالجملة، والحاتة الأخرانية كشكاير الفلوس اللي تشاف الناس تخبي في الفريجيدارات في الفلوس مكثر ما عندهم فائض من تهريب والتجارة بالمخدرات. نحكيو على مخدرات رفيعة بس ترجمة ما عادش قلنا بهنج ويقفة غادي. نعم الكوكايين هيروين اللي هذيما تقريبا نستار متاحهم حسب معلوماتنا يقولك من 350-360 فما فوق اللي ولات موجودة في الأحياء الشعبية اليوم يستهلكوا فيها ويزودوا. بداية يجبنا يعني نثنيوا على الجهد الأمني الكبير اللي قاعد يصير، خاصة وأنه اليوم فما انتباه ووعي بخطورة انتشار مثل هكذا مواد سمية مدمرة للشباب مدمرة للمجتمعات، وشفنا نتائجها في دول العالم وين وصلت. وبالتالي اليوم أنا نعتبر أنه العمل الأمني هو عمل مشكور، عمل وقائي، هو عمل من أجل ضرب وتفكيك الشبكات الكبرى، ولكن هذا يعني أنا نعتبره لا يكفي، لأن هنالك دور اجتماعي. اليوم هنالك غياب مطلق للعائلة. العائلة غياب شنو؟ العائلة فما عائلات أمبليكي مع الأسف تلقى الأم والزوجة كما العمليات مؤخرا اللي قاعدة صايرة. الأم تبيع وتخبي وتروج والزوجة كيف أما أنا نعرف العائلات اللي أولادها اليوم نحن يعني في دول العالم تحكي على عائلات الضحايا استهلاك المخدرات. نعم ضحايا استهلاك المخدرات، على خاطر نحن اليوم وين قاعدين تباع المخدرات؟ وكي صغاركم يطلبوا في فلوس بكميات كبيرة ولا كي صغيرك يوصل ولدك
يسرق لك ذهب وما تحاسبوش وما تعرفش وين ما تعرفش وين قاعد يمشي. ونتفكروا الجريمة اللي صارت قبل سنوات في أحد المطاعم الفاخرة في بنطقة سكرة اللي اختل أمه على خاطر تعاطي المخدرات. الحاجة الثانية اليوم أنه متى سيكون للعائلة التونسية دور في مراقبة أوقات دخول وخروج التلاميذ للمدارس؟ هذه حاجة في الدول المتحضرة. البارح العميد عماد مماش أنا أتقرأ اسمي الأمن الوطني وقال لقينا ضحايا أعمارهم 12 عام يستهلكوا في المخدرات. خطير جدا. نعم يعني هذوما عبارة عن يعني نحن باش نوصلوا لا قدر الله كما الأمريك لاتين الدول المنجة للكوكايين وإلى آخره اللي يدخلوهم صغار 7 سنين و8 سنين يخدموا في معامل المخدرات وجمع. نسألك سؤال بس الترجمان ونسأل السؤال للجميع اليوم، من المستفيد من إنتاج مواطنين وتلامذة اللي هما جيل المستقبل بلا عقل وقت اللي تغرق البلاد بالمخدرات؟ شكون المستفيد؟ هذه سياسة مادين ومعنويين مادين متفاهمين. نعم هذه سياسات استعمارية بدأت منذ القرن 19 بترويج المخدرات في المجتمعات من أجل تدميرها. شوفوا ايش عملوا في الصين نشوفوا اليوم مجتمعات في 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 شرق آسيا تعاطي نسبة تعاطي المخدرات فيها ومن جر عنها من كوارث أمر لا يصدقه عاقل. وبالتالي اليوم المطلوب، أنا نعتبر أنه فما يجب أن يكون هنالك عمل مجتمعي. حقيقة نستغرب الجمعيات، عندنا تقريبا 25-26 ألف جمعية لا تم حتى جمعية لا هي بالرعاية المدرسية من أجل حماية محيط المدرسة من مروجي المخدرات، من أجل العمل على توضيح مخاطر هذه المخدرات للتلاميذ والطلبة. القضية الأخرى والأهم هي أنه يجب أن يكون هنالك، وأنا ندعو السيدة وزيرة العدل إلى يعني التفضل بأخذ الموضوع على عين الاعتبار، أن هؤلاء المروجين يتم مصادرة كل أموالهم. ماشي فيه صار. نعم يجب أن يكون هنالك نعتبره هذا. وكل من هو صغار فما ما أكبر فما حيتين كبرى. هم الحيتين أنا ما نحكيش فما مجموعة دخلت بزوز مليارات مش باش يجيبها واحد يسكن في حي شعب. فما ناس كبيرة لابسين كسوة وكرافات وعندهم مليارات وعندهم منازل فخمة، هذوكم هم الأباطرة. وبالتالي هؤلاء اليوم كبار حيتان الإتجار بالمخدرات في تونس، يجب مصادرة كل أملاكهم وأن يكون هنالك قانون يمنع منحهم العفو أو التخفيض من نسب من مدة العقوبة كل من أقام بترويج بالإتجار بالمخدرات، ليس الترويج يعني أو التعاطي. نعم. هذوما الصغار ما حولوا الحكاية، وكانت تفكر زينة. نعم. إنه حولوها الحكاية عام وفسبة باش يغطيوا على جرائم الأخرين. هذيك بالنسبة لاستهلاك مادة الذات لما نحكيوش. نعم. على المخدرات ما هو عملوها الحكاية للشباب اللي يبدأوا يقراوا إتيديوم باش ما تضيعلوش عمره ما يضيعلوش مستقبل. هم عملوا الحكاية هذيك. شوف كيما صارت في قضية وقت اللي يجي تحويل الواحد 200-200 أورو وهو خدام يخدم في دار عبد وإلى آخره، يشدوا يمرمدوه من أين لك وإلى آخره، وتدخل عشرات المليارات ومئات المليارات للجمعيات وحتى حد لا سمع. على كل اليوم البلاد في حرب مفتوحة هي الحرب لمكافحة المخدرات بأنواعها. وأنا نعتقد تحدث عليه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة حتى في كلمته قدمها. نعم. ونتفكروا حاجة، أنه في حرب مع الإرهاب انتصرت القوات الأمنية والعسكرية في تونس بوقوف ومساندة المواطنين. نتفكروا الحفظ بن قردان ونتفكروا اليوم في معركة الأمن والدولة التونسية ضد المخدرات. نعم. يجب أن يكون هنالك جهد وطني، جهد كل مواطن ينجم يعاون يكون واقف مع الأمن من أجل محاربة هذه الآفة التي ستدمر أبنائنا الكل. وهو كذلك أقل من 24 ساعة بعد كلام الناطق الرسمي للإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة، صارت واحدة ممكن من أكبر العمليات ضد مروجي المخدرات في تونس. نحكيه على عملية أمنية واسعة في إقليم تونس الكبرى، أسفرت على ضبط 205 عناصر خطيرة. فالعملية هذه بشرتها وحدات أمنية من الأمن والحرس الوطني، هي عملية مشتركة كانت اليوم الفجر انتهت تقريبا في حدود 6 متاع الصباح، تواصلت على مدى ليلة كاملة، تم فيها ضبط أكثر من 200 عنصر خطير وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء. هما في العادة يعلنوا على الحصيلة، لكن
حتى لتوا ما تمش، لان الحصيله يمكن فما كميات حصيله مفاجاه، كميات كبيره، كميات كبيره ومبالغ كبيره والى اخره، وبالتالي لم يتم حصرها، فمازال ممكن ما تمش حصرها حتى لتوا. فوزاره الداخليه تقول في بلاغ كونه تم تنفيذ العمليه ذي باشراف مباشر من القيادات الامنيه العليا كما كان تحدث العميد عماد مماشا، وتم استهداف مروجي المخدرات والعناصر الاجراميه الاختيره في اقاليم تونس. وعلى هذا البارح العمليه هو بحذنا تقريبا قبل الماضي ساعه بشوي، ماضي ساعه ونص، سالته على الموضوع قال لي اسكت خليها كيكه، خليها بستر ربي يعطيهم الصحه. شكرا للجهد الامني هذايا اللي قام من اجل حمايه ابنائنا، على خاطر الامني اللي اليوم اللي شارك في العمليه هذه وقام بالاقامه بالحجز هذا اكثر من 3 ايام. نعم، هذا احمى اولاده واحمى اولادنا واحمى اولاد تونس واحمى شباب تونس من الافات هذه. نشوفوا كور، انا نتمنى على السيد وزير التربيه انه يكون هنالك ماده التربيه المدنيه، التربيه المدنيه تولي اكثر سويه، ونحكوا على اهميه العلم اللي فما برشا صغار. نعم، تغيير اسماء المدارس يا سيدي وزير التربيه الوطنيه، راهو مش معقول يكون عندنا مدارس بكرش كرش الغابه وهنشير القرد. راهي تونس ولدت، تونس جابت رجال وسيدات من خيره ما انتجت الانسانيه، نجم نسميهم كل عندنا شهداء المؤسسات الامنيه والعسكريه. صحيح. المدارس الابتدائيه نعطي خاطر هي التي المدرسه الاولى التي يتعلم فيها الأطفال الوطنية. بربي نغيروا أسماء المدارس هذه، نعطيوها معنى، يكون هنالك احترام. مش حلوة تلميذ قاري بعد يقول والله أنا خدمت. فما مدارس ما نحبش نسميها أنا في بعض الجهات، كي تدخل توحي بالموت سيء، أنت داخل كلهم ولا يقول لك وين تأخر، تقول فك المدرسة أسامي وموجود أسامي نسميها. نعم، توحي بالموت أنت داخل المدرسة. باش تنتج، باش تتعلم، باش تتعلم، باش تصنع الأمل، المستقبل المدرسة. الحقيقة ربما كما قلت أنت هما خاطر يعطيو الأسامي حوم وجهات. لا لا لا، اليوم في بلاد ولادة تونس، أنت جد قدمت شهداء. وحييك على هذه اللفتة بس الترجمان تونس سويت، عينك على الإدارة. عينك على الإدارة. فيصل شعب وتحياتي، أهلا وسهلا مباشرة فيصل كالعادة، رجع اليوم إلى حي التحرير في متابعة للموضوع اليوم مشينا فيه للإدارة، مش عينينا برك على الإدارة بل توجهنا للإدارة. فيصل أهلا، شنو جديد عندك في موضوع السور العظيم ولا السور الصين العظيم هذا نحكي عليه فيصل؟ مازلنا نتابع ومازلنا باش نمشي وكل المصادر أخرى. شكرا لك دينا، تحية رفيق، تحية لياسر، تحية كل مرحبا مرحبا بكم، تحية كل مستمعي الإذاعة الوطنية. في فقرة عينك على الإدارة مازلنا مواصلين في موضوع قرار الهدم اللي حكينا عليه البارح، والملف والحكاية مازالت مواصلة الحقيقة، وبحثنا على المصادر مازال متواصلة الحقيقة. مشينا زينا اليوم الصباح على عين المكان لمقر ولاية تونس اللي اتصلنا بالسيد الوالي، لكن السيد الوالي كان معناتها أعطانا تفويض وقال لنا تجمو تتصلوا بالسيد المعتمد سي رضا الرحيمي معتمد حي التحرير. احنا موجودين في المعتمدية حي التحرير، حكينا مع السيد المعتمد فسرنا له الموضوع، والحقيقة حتى الكتابة متاع السيد ولي تونس عندها فكرة نوعا ما على الموضوع، كي حكينا على أسباب القدوم تاعنا ولا الانترفيو ولا فعلوا هما من البارحة الحقيقة مشكورين. أي أكيد تفعلوا معنا وقالوا عن عليه فكرة الموضوع، وحاولوا يوجهونا لبعض المصادر باش اللي من خلالها هم باش نفهموا احنا زاد أكثر الحكاية، لأن ما نجموش ناخذوها من جانب أحادي. كما قلنا السيد المعتمد كان فسرنا له الموضوع، قال أنا على عينه وعلى دراية بالموضوع هذايا، لكن الموضوع هذايا يهم الدرجة أولى البلدية، وكان اتصل على عين المكان بالسيدة المتصرفة للدائرة البلدية بحي التحرير، وعطاها معناتها قال لها تنجم معناتها فيما يخص الموضوع هذايا تتريس شوية فيما يخص اتخاذ قرار الهدم. على الأقل عرفنا لقينا مصدر وشكون اخذ قرار خطوة. هذه خطوة أولى، احنا أكيد شنو كان كان التبرير أو المبرر نتاعها والوه من أكثر من عمارة كلهم كيف بعضهم بخاطيك ما اخترت العمارة هذيك بالذات وتحب الهدم في الحيط اللي نذكروا قوات الأمن البارح وغير البارح
قالوا لهم لاسباب امنيه ما نفذوش. مارتين وقوات الامن مشكوره اللي خرجوا على عين المكان. نقولك شنحي حيط نتاع عباد باش تقعد الناس البر. قوات الامن تحيه ليهم الحقيقه رفضوا. قوات الامن قالوا ما نجموش نقضوا القرار هذايا. والى حد الان كما قلنا احنا هو القرار رسمي وصادر كما قلنا عن الوثائق البارح موجوده تو على صفحه الاذاعه الوطنيه. قرار الهدم موجود من 9 أوت 2023. علاش علاش شنو الموتيف السبب؟ الاسباب الى حد الان انا قلنا احنا معناتها مشينا الخطوه الاولى زينا انه مش باش يصير اتخاذ قرار الهدم بعد اتصال بالسيد اتصال السيد المعتمد سيرتا الرحيمي على عين المكان تو كنا بحداه وكلم السيده المتصرفه بالدائره البلديه حي التحرير قالها تري في ما تاخذيش القرار تو في نفس ولا تتسرع ولا تتسرع ولا تتسرع لا تتسرع يا سيده المفوضه يهديك راهم اذا ما نسيبش تخلي كوجينتهم وبقيت التفاصيل الاخرى لا فايده نحكي فيها بيت نوم العباد وغيرها باش تخلي على برا يدخل عبد يدوش مع بلاش سور يهديكم كيفاه صحيح. وكما قلت انت زينه ليش السور هذاك ومش السور آخر والبني عنده 30 سنة برشا تفاصيل أكيد دقيقة وموقفناش لحد معناتها هذاك معناتها كان زاد سيريفا هو مشكور وإحنا بحذيها معناتها في مقر المعتمدية الحقيقة كان نفقنا زاد مع سيلوت في الدشراوي الكاتب العام لبلدية تونس واتصلنا به وخذينا موعد رسمي نهار 30 إن شاء الله مسلسل فعيك على الإدارة وعلى شيء كان السور ورمي ميسيج هو مسلسل هذاك حق الناس صحيح وهذا دورنا دورنا كإعلام نمشي ونصوت دورنا وواجبنا وقت اللي فما ناس تنجم تخليها عرضة للسرقة والنهب والاغتصاب ونساوا وحدهم في الإتاج الأولاني تنحي لهم الصور هذه خدمة ما عندنا حتى شيء. فيصل أنت ما عندك شيء في عينك الإدارة كان الموضوع هذا كان الصور أنا عينك على الصور وعلاش سميتوا أنا الصور الصين العظيم أنا اليوم عينك على الصور أكيد حي التحرير منطقة شعبية ومنطقة ساخنة يهديكم ناس فيها مخدرات ساعات حتى قوات الأمن باش تدخل تلوج على مفتش عنه ولا ناس تروج في كيفاش يشوفوا العبيد هذيكم ومشكوره مجددا قوات الامن اللي رفضت التنفيذ وقالوا لهم برا وراجعوا كل قالوا لهم تريث وتريث يا مدام يهديك تريث اكيد هو اما انت لا تتريث فيصل واصل انا مازال مواصلين الباركور مازال مواصلين فيه لنلقاو الحقيقه كامله مع ان شاء الله مع سي لطفي الدشراوي كاتب العام للبلديه تحيه لهم الكل لكل من سيساهم في ان ايقاف هذا البضع وعدم المساس الحمد لله ونتمناو ان يتم الغاء هذا القرار حمايه لارواح وممتلكات المواطنين. نرجع نحكيو في الموضوع معك سي فيصل شابو تحياتي فيصل ليك حقيقه جهدك يذكر فيشكر هما يتريثوا انت لا تتريث مشكور واصل سجلنا وشكرا للسيد ولي تونس اللي تفاعل معنا صحيح وشكرا لسيدي رحيمي المعتمد وكاتب بلدية تونس لطفي الدشراوي اللي خذوا بالإجماع قرار سيد تريثوا يهديكم الناس على برا كما تشوفوا في لايف ستريمينج عاود حط لنا سي زاهر الفيديو وتصاور راهو صورة وحيط هذا ماهوش حاجة لوكس حيط 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 ستر غطاء ستر وين ماشيين يا باسل لا لا مش المسؤولين الكل نعم بالإجماع يقولوا لهم لا يجيك عاون وهكيك قرر ينفذ من غير مبرر زيد نعم. بلا سبب انا اعتبر انه اليوم يجب ان يكون هناك تغيير في ثقافه الاداره يجب ان يكون هنالك المسؤول على عين المكان صحيح. رئيس الجمهوريه قالها نقص الحجاب واهبطوا يعني الى الميدان الناس الكل كونوا كي رئيس الجمهوريه في كل لحظه نحبوا نشوفوا نحن الوزراء قاعدين يتابعوا في المشاريع الولاة المعتمدين الناس الكل الحقيقه احنا ما عندناش شك الرؤساء المديرين العامين للشركات في ولاية تونس وفي ولاية تونس الحقيقة يعطي الصحة بارك الله فيه بارك الله فيه يشكر جهده نحن كما نقولوا لطميعة في الموضوع وقت لحاجة تكون تخدم المواطنين نقول لهم شكرا بارك الله فيكم وقت لأي حاجة باش تمس المواطنين نحن أول ناس أول خط دفاع عن حقوق على حقوق المواطنين على كل وأملاكهم خلاصة القول اللي خرجنا بها نعنونوا بالبنت العريض إيقاف تنفيذ قرار الهدم وتريث
حتى تداليكم انتوا تريثي ولا تتعجلي تريثي ولا تتعجلي في الهدم. قوات الامن يقول لك ما نهدموش. المعتمد سيري دار الحيم يقول ما ناخذوش قرار هدم. كاتب عام بلدية تونس لوتفي الدشراوي يقول ما نهدموش على خاطر ولي تونس يقول فما ما نهدموش. فما حاجه شكون يحب يعري فما فما, إيه فما, فما فما حاجه للاسف قانوني يعني ماريناش بعيد بعيد معنا بعيد على الشارع. وثم ثم حاجه عركه هذه تقول لي عركه بيننا بين زوج جيران والاخر والاخر يحب يقرع خواطر جاره ودار قالتها المراه البارح في التشييد بعد عركه فاجئونا بقرار. ثم حاجه صارت في في الحدث حكينا عليها غدوه باسل ترجمان سامحني نهار اثنين نعطي كلمه للاخبار راجعين بعد الاخبار. ضيفي الناشطر السياسي قيس القروي تحياتي مرحبا. استوديو الوطنيه فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات.